هل ترى هذا البناء؟ هذه مدرسة مدمرة، بل كانت مدرسة، واليوم هي منزل لعشرات الأسر. انظر إلى تفاصيل بناء المدرسة الخارجي قبل أن نصطحبك إلى داخل صفوفه. هذا الصف مطبخ عائلة محمد. هنا يتناول مع شقيقته عائشة الطعام الذي تعده والدته كل يوم له ولأصدقائه من الصفوف الأخرى. وهذا الصف منزل عائلة أسماء، وهنا ينام أحمد وعائلته. أكثر من 50 طفلا يعيشون داخل الصفوف شبه المدمرة، يلعبون ويلهون ولكن لا يدرسون. توقفوا عن ارتياد المدارس بعد نزوحهم في سوريا التي تسرب من مدارسها أكثر من 2 مليون طفل. الحرب التي تركت أكثر من 7000 مدرسة متضررة أو مدمرة، وجعلت من ركام هذه المدارس منازل وملاجئ